السلام عليكم عشاق وعشاقة الدراجات النارية. كما كتشوفوا هذا البيان هذا من وزارة الجهاز والنقل واللوجستيك والمواد الكهرباء، بالنسبة لي عوضوا صحاب التأمين، يعني بالنسبة للناس اللي تسالت لهم التأمينات في نهار في مارس 20، يعني بلا ما يدير لاسورونس ويدور، يعني غادي يدور ولاسورونس خدامة. بالنسبة لاسورونس اللي تسالت لك في هذا الوقت هذا، يعني بلا ما ديرها وغادي تدور عادي، يعني غادي تدور واخا ما عندكش لاسورونس، انك تكون نازل الوثيقه تاعك تاع الخروج صافي. خصنا نوقفوا وقفه رجل واحد، يعني شركه تامين غادي يستمر، خصو يستمر التامين. هو لجنه اليقظه جات طرقات لبعض النقاط، أيه. ما طرقاش بواحد الطريقه عامه وقالت لجميع عقود التامين. قالت التامين ديال السيارات راه الا سالا في 30 مارس مثلا راه غادي يتمدد حتى الابريل، وتندوزو من هذا الجائحة وعاد نستأنفو التأمين، يعني غيبقى التأمين عند الناس. وراه عدد ديال السيارات راهم ونتمنى ان اصحاب التأمين انهم يعوضوا اصحاب، يعني الناس اللي المواطر تاعهم جالسين، يعني ما كيضروا بهم ولا حاطينهم، يعني ولا صورة تاعهم خدامة، بالنسبة انهم ان شاء الله يعوضوهم في، يعني في واحد الشهر ولا شهرين، بحال انه كانت بتسالي لي لاسورونس في شهر 5، يعني ما تسالي لي حتى شهر 6، وان شاء الله ان الميساج يوصل للتأمينات وبارطاجيو باش يوصل. راهم مركونين وراهم جالسين، راه ما تنوضوهم حتى شي حاجه، راهم جالسين. واخا يكونوا مركونين خصهم تامين، وراه عندهم تامين، راه عندهم تامين، حيث الناس خصهم يعرفوا راه ما كنلعبوش، راه ما تنلعبوش، راه ما يكونش انسان. اختي شنو عرفتي شنو واقع سي صالح؟ الناس ما تيثيقوش، تيسحابوا دابا، راه الا التامين مشى هادشي اللي كيقولوا راه ما كاينش، راه غدا يقول لي الاخر التامين ما عندكش. لا، راه الا قال لك التامين كاين راه كاين.